المريض، الضحك والقهقهة وكثرة السواليف، ما الوارد في الزيارة في السنة؟ زيارة المريض الوارد فيها الدعاء له بالشفاء وإخباره بأنه طيب وأنه يظهر عليه آثار الشفاء وتوسيع الأمر عليه، تطمينه بذلك. هذا الذي يشرع عند زيارة المريض. وأيضا لا يطيل الجلوس عليه عنده إلا إذا كان المريض يرغب إطالة الجلوس عنده، فلا مانع. نعم، أحسن الله إليك.